حكمة، دي هندسة مش آداب. أنت بتذاكر بالورقة والقلم، بتذاكر بحلك المسائل، كل مسألة بتذاكرها لازم تحلها، لازم بعد ما فهمت طريقة الحل تبتدي أنت تحلها من دماغك بورقك وقلمتك من غير ما تبص لأي حاجة، وفي الآخر تشيك على الناتج، كده يبقى أنت استفدت. إنما لو ذاكرت المسألة بعينيك وقفلت الكتاب يومين بالظبط هتلاقي نفسك مش فاكر حاجة. ستة، دور على امتحانات الميد تيرم بعد أول 3 محاضرات وامتحانات الفاينل بعد ما تخلص الميد تيرم. بعد 3 4 محاضرات من الترم هتلاقي امتحان الميد تيرم ميعاده اتحدد، فلازم يكون عندك مجموعة امتحانات ميد تيرم بتاع السنين اللي فاتت، على الأقل 3 سنين اللي فاتوا، تبص فيهم وتعرف امتحان ميد تيرم بيجي ازاي وتعرف الدكتور بيفكر في الامتحان ازاي. وكذلك بعد ما تخلص امتحان ميد تيرم ده تبتدي تدور على امتحانات الفاينل بتاع السنه اللي فاتت وتبتدي تبص فيها عشان تعرف ايه المسائل المهمه وايه المسائل اللي مش مهمه، وتبتدي تركز على المهم اكتر من المش مهمه.